دعما لمواهب أطفالنا وتسليط الضوء على مفهوم العائلة، افتتحت أسرة قاعات الصليب المقدس معرضا فنيا للأطفال بعنوان العائلة أيقونة الحياة، وذلك برعاية صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر في كنيسة الصليب بدمشق. أهمية هذا المعرض أنه هذا بيعطي روح جديدة، دفع جديد للمجتمع، أمل جديد. مثل ما قلت لهم لأخوتنا، نحن ما فينا نعمل شيء جديد بدون أولادنا، أولادنا الأطفال هن أمل، وهلا نحن بسوريا بحاجة لهالأمل. لهيك كانت كنيسة الصليب هي السباقة بأنه تفتح مجال، تفتح نور لهالأطفال اللي نحن على أساسهم بنبني أملنا. كلنا بحاجة لهذا المستقبل المشرق، وبدون أولادنا نحن ما فينا نعمل الشيء. المعرض هو السنة الثانية، هديك السنة بلشنا، كان العنوان كل طفل فنان. الهدف كان أنه الكنيسة إلى دور بدعم الأطفال المجتمع بكل طوائفه لحتى تبرز مواهبهم، ونقدر إذا نقدر نعمل شيء الموهبة الحقيقية نحولها، نساهم بتحويلها لاحتراف. هذا كان هدف المعرض السنة الماضية، وقت نجح النجاح الكبير هذيك السنة قررنا هالسنة نعيد التجربة، بس هالسنة أخذنا فكرة العائلة. المعرض عبر عن مفهوم كل طفل لعائلته من خلال رسومات فنية متنوعة بالأدوات والأفكار، وأكد على أهمية تجسيد لوحات تحمل معاني الحب والسلام والترابط الأسري. هيدا المعرض بيتضمن جميع المدارس، ولكن مدرستنا حبت أنه تهتم شوي بموضوع العائلة، وحبت تهتم بموضوع الأطفال. فنحن رسمنا من المدرسة، كان في رسم تقريبا شي 60 لوحة، وكل لوحة رسمناها هي بتعبر عن العائلة بفقرة صغيرة بتقول انه شو أهمية العائلة. المشاركة بالرسم. شو لك لوحاتك؟ وين لوحاتك؟ هذول ثلاثة. احكي لي عن شو رسمت؟ أول لوحة رسمت عن عائلتي أنا وأمي وأبي بالمزرعة، وتاني لوحة رسمت على العائلة المقدسة إن يسوع ومريم ومور يوسف، تالت لوحة إيدين الرب وحاضننا وأمي بشغل البيت وأبي بشغل وأنا وإختي عم نلعب. رسمي نحن بالبيت، نحن الثلاثة والملاك عم يحمينا، وتاني رسمي نحن رايحين على الكنيسة هالشعنيني. رسمت بابا ماما توتي جوجو. شاركة بهذا المعرض، هدول هن لوحاتي هون العائلة قاعدين انه مثل على كنباي، هي انا وهي اخي وماما وبابا واختي، وهي شجرة الكريسماس، وهي انه مثل شمني، وهي لوحة، وهي بتحكي عن ماما وبابا واخي واختي وانا، وهيك في الوان ورانا. انا هي اللوحة رسمتها بعيد ميلاد اختي، هي سهرة هون. نحن كثير بنحب نطلع رحلة، هي رحلة من الرحلات. شاركت بهدول لوحتين، هي لوحة بتمثل العطاء وثمار الروح، لأن الشجرة بتمثل ثمار الروح، والأهل بيمثل المحبة والعطاء وتقريبا كل الثمار. أما هيدي اللوحة بتعبر عن عائلة بأكبرها، لأنه هي بتعبر عن الأم اللي هي بتنسج العائلة، والأب اللي بيضل ساند ظهره للأم. أما الجناح فبيدل على حماية الأم لأولادها، والأب بيحمي كل عائلة. القائمون على المعرض قدموا جوائز رمزية للأطفال المشاركين تقديرا للنجاح الذي حققه المعرض في إيصال رسالة الترابط الأسري عبر رسومات الأطفال، وتأكيدا على دور الطفل في بناء المجتمع.